نريد أن ننشئ طفلاً في المستقبل يهتم بالقراءة مثل ما يهتم بالأكل والشراب والطعام واللعب، وهي شيء تتكرر في حياته. كان باراك أوباما a déjà annoncé que la lecture est très importante. Si vous savez lire, le monde entier s'ouvre à vous. حيث سنتطرق إلى موضوع القراءة في حياة الإنسان في مكتبة الأندلس. دكتور حمزة بن علي بالمنتصف الثاني مراجع ومصحح كتاب شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل المجالس المدنية للعلامة الشيخ محمد المنتصر بالله الكتاني. سعدني في هذا اليوم البهيج أن نحتفل بهذا الكتاب العظيم وهو شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل المسمى المجالس المدنية في شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل حافظ السنة النبوية لعالم مغربي مرموق ابن هذه المدينة مدينة فاس وهو العلامة الشيخ محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني الذي كان يطلق عليه بمحدث الحرمين الشريفين لأنه كان رئيس كرسي الحديث في الحرم المكي الشريف والحرم النبوي الشريف. هذا الشرح يعتبر أول شرح على كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل في الحديث النبوي الشريف ويعتبر موسوعة علمية وثقافية صدرت في 13 مجلدا وذخيرة إنسانية بما تضمنته من الفقه والحديث ومن فقه المعاملات والقضاء والسياسة الشرعية وغير ذلك مما تضمن اجتهادات المؤلف وأفكاره وعلمه رحمه الله تعالى. كما أن هذا الكتاب يعتبر أول شرح لمسند الإمام أحمد بن حنبل الذي لم يكتب له أن يشرح من قبل، ويفتخر المغاربة بأن يكون منهم شارح هذا الكتاب الذي يعتبر من أعظم كتب الحديث النبوي الشريف. دكتور جلال مدن، لا شك أن مكتبة الأندلس تعد من المكتبات الرائدة والعامرة في مدينة فاس، ففيها غنى وتنوع في الموضوعات سواء الدينية والفكرية والعلمية، وأنا أدعو كل العلماء وطلبة العلم والشغوفين بالقراءة والمعرفة لزيارة هذه المكتبة والانتهال من معين علومها وفوائدها وفرائدها، ففيها من كل فن طرف كما يقال، وبأتمينة مناسبة جدا. معكم الطالب الباحث محمد هرباج المشرف على قسم الكتاب بمكتبة الأندلس للنشر والتوزيع بمدينة فاس. اليوم كان يوم مشهود حول توقيع شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل للإمام أبي علي المنتصر بالله الكتاني رحمه الله عز وجل، وهذا الكتاب ينضاف إلى الكتب التي انفردت بها مكتبة الأندلس وتميزت بها على صعيد المملكة. فمكتبة الأندلس تتميز بكتب يعني تعتبر هي المروجة لها في كتاب في المملكة المغربية، وهناك كتب أيضا ستصل بإذن الله الرحمن الرحيم أيضا تنضاف إلى ريادة هذه المكتبة، ولا سيما في علم الحديث والتفسير وفي السيرة وفي الأصول والفقه. فهذه المكتبة يعني تقرب المادة العلمية للسادة العلماء والسادة الباحثين، فمرحبا بالقراء الأفاضل الأكارم. فمكتبة الأندلس رهن الإشارة، وفيها تجدون بغيتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.